يسعد صباحكم أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي تكون بداية شهر موفقة على الجميع، مليئة بالبركات، مليئة بالخير، مليئة بالسلام. نتمنى أنه تكون الفترة السابقة كانت نهاية لأشياء أو طاقات أو محطات في حياتنا تكون غير إيجابية إلى محطات أكثر إيجابية. إن شاء الله في تغيير الخارطة الفلكية وبدء شهر جديد، نتمنى البركة ونتمنى الخير ونتمنى السلام للجميع. أكيد اليوم القمر هو اللي مغير لنا الخارطة الفلكية، وعلى أساسها نتحدث عن ذلك، ونتحدث بصورة تفصيلية أو ننطيكم فد لمحة بسيطة عن ما هي التحركات الكواكب في أو مواقعها في الأبراج لهذا الشهر إن شاء الله. شهر التاسع راح يتحرك به، تتحرك به أول مرة الشمس بذهابها إلى برج الميزان. إحنا هسه بعدنا في الفترة اللي بيها الشمس في برج العذراء الترابي، بعد ذلك راح تبدي سنة فلكية لبرج الميزان، فعندنا تحرك للشمس، تحرك لكوكب عطارد. راح يكون تحرك لكوكب عطارد يوم 14/9 إن شاء الله، في إلى ينتقل أيضا إلى برج الميزان. هذه الفترة يعني عبالك الكواكب كلها تريد تكون متواجدة في موقع واحد، ناس يعني تلحق ناس. راح يجي يوم 15، يعني يوم بعد يوم 14 و15، بعده تنتقل الزهرة أيضا إلى برج الميزان. عندنا كوكب زحل راح يتقدم يوم 18 بالشهر، فتلاحظون فترة بين 14 إلى غاية 18 أكو تغييرات كبيرة في الخارطة الفلكية. طبعا كذلك بهذا التقدم يكون فد مسائل إيجابية. ليش؟ لأنه كوكب زحل يعتبر من الكواكب الثقيلة، والتراجع مالته يستمر مدة 4.5 أشهر، يعني تراجعة خلوها في يعني مثلا كمعلومة تستقطبوها حضراتكم، تراجع كوكب زحل يستمر 4.5 أشهر. تأثير تراجع زحل في على الإنسان تأثيره أنه هو يحس نفسه أحياناً بأنه هو شخص غير مرغوب به. يعني حتى مثلاً إذا المقابلة إش قد ما ممكن أنه يكون يتعب في إرضاءه، يقول لك أنت ما أشعر أنه أنت تتحبني أو تتقرب علي أو مثلاً تبذل جهدك في ذلك. هذا يخلي المقابلة يشعر بتعب أكبر. ليش؟ لأنه إش قد ما يكون الطرف الثاني أو الشريك يحاول إرضاء هذا الشخص، لكن هو يحس أنه هو شخص غير مرغوب به. هذا تأثير تراجع زحل. فإذا إحنا كنا نعرف أنه هذه الفترة هذا الشخص ممكن أنه راح تنتابه هيجي مشاعر ويأثر على منطقة العاطفة. منطقة العاطفة أحبابي موجودة في قشرة الرأس، يعني الرأس، قشرة الرأس تتمركز بها العاطفة وتتمركز بها كذلك الحواس. فتركيز الزحل راح يكون على هذه المناطق اللي موجودة في المخ. يشعر هذا الشخص أنه هو شخص غير مرغوب فيه، كذلك عنده نوع من الوسوسة والتردد باتخاذ القرارات. هذه الموضوعين هي اللي تأثر. ففي هذه الفترة وفي هذا الشهر راح تخلص إن شاء الله رحلة تراجع زحل، وإن شاء الله يوم 18 من هذا الشهر راح يرجع إلى حالته الطبيعية. فلاحظ أنه التأثير يبدي شوية شوية يخف، رغم كون أنه الشمس والكواكب راح تنتقل إلى الميزان. فهذه من خصائص أو أحد التحركات اللي ممكن يكون بها الكواكب في هذه الفترة. قلنا الشمس لها تحرك في يوم 23 في الشهر هذا إن شاء الله، وراح يكون كوكب عطارد يوم 14 في برج الميزان،
وراح يكون يوم 15 الزهرة في برج الميزان، وراح يكون كذلك زحل متقدم في برج الجدي في يوم 18 من هذا الشهر. عدا تحركات القمر اللي هي بدأت الشهر في برج الميزان تنتهي الشهر إن شاء الله يوم 30 يكون ببرج العقرب. هذه هي الأخبار الفلكية تقريبا ومجملها إلى هذا الشهر، وإحنا انطينا مثل ما نقول ننطي المعلومة حتى تعرفون. بالنسبة إلى يعني بصورة عامة، تبقى أنه لي وقتها ننطي التأثيرات وننطي كذلك التوقعات اللي ممكن أن تحدث في هذه الفترة. منا إلى غاية إن شاء الله يوم 14 بالشهر راح نبقى على توقعات العامة نتيجة لاختلاف وضع القمر من برج إلى برج آخر، وكذلك حسب الخارطة الفلكية وتأثير الكواكب على العشريات. ننطيكم يا إلى أن تبدأ الخارطة الفلكية تتغير مع أول تحرك لعطارد، راح يكون إن شاء الله نبدي نتخذ احتياطاته من يوم 12 بالشهر، وكذلك لنأخذ احتياطات من يوم 12 ويوم 13، لأن راح يكون تحرك لي يوم ورا يوم للزهرة وعطارد. فهاي إن شاء الله مع متابعتكم ومتابعة حضراتكم اللي شرفني، اللي إن شاء الله ننطيكم التفاصيل وكيف تؤثر علينا هذه الخارطة الفلكية بهذا الوجود وبهذه الفترة. إحنا نشجع جدا على دخول الكواكب إلى برج الميزان لتناغمها مع كوكب المشتري وكذلك كوكب نبتون. حلو أنه يكون هناك أيضا تناغم خصوصا مع المشتري. بالوقت الحالي اليوم القمر متواجد في برج الميزان، بدأ الشهر في برج الميزان وينتهي في برج العقرب. إن شاء الله بقوة الله ينطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله راح يكون نهاية الشهر في برج العقرب. طيب، راح يمكث القمر في برج الميزان منا إلى غاية يوم 3 بالشهر، بحيث أنه يوم 3 راح يكون في برج العقرب أيضا. إذن نبدي نأخذ التوقعات وكذلك أستقبل اتصالاتكم اللي تردني، وإن شاء الله أرد عليها بكل امتنان بقوة الله. عندنا مواليد برج الحمل الناري. عزيزي مولود برج الحمل الناري، وجود القمر في برج الميزان يشكل لك فد نوع من التكاسل أو فد نوع من خمول في الطاقة. القمر دي يسلط الأضواء على جهازك العصبي المركزي، الجهاز العصبي المركزي المتواجد في منطقة الرأس وكذلك الذي يتحكم في كل مفاصل الجسم. الجهاز العصبي المركزي يعني المركز الأعصاب، فالأعصاب أيضا تعطي متواجدة في كل مناحي الجسم، فهذا ينطيكم شيء من التكاسل أو تشعرون بشيء من التشنجات أو نوع من شوية يعني الصداع في الرأس أو مشاكل تخص يعني كذلك ارتفاع أو انخفاض الضغط. فهذه مسألة يجب أن تراعوها، المسألة الصحية خصوصا مع تواجد الكواكب في بيت الصحة، فنحافظ في هذه الفترة على صحتنا. ما نحاول أنه ننصاع إلى الانفعالات، لأنه الانفعالات حاولوا مع بداية الشهر نبدي بداية جديدة. الإنسان يتحدث مع نفسه، الانفعال أحيانا لا يجدي نفعا. يمكن الإنسان يصبر 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 وبعد ذلك ينفعل، لكن أحيانا يجب أن نعد للعشرة قبل الانفعال. الصحة يجب أنه ما ندعمها بهال المشاكل وهالانفعالات وهالتعصب وهالتوتر. اتركوا ذلك الشيء، كونوا أكثر صبر مع شريك العمل وشريك العاطفة. يقول الصمت أحيانا يكون مفتاح لباب راحة البال. اعملوا بصمت، كملوا أعمالكم بصمت. اللي يحاول يتحدث وياكم ويستفزكم اعملوا بصمت، لا تردون
لأجل أنه تحافظون على السلام المتواجد بيناتكم، وكذلك ما ننصاع كثيرا إلى هالأمور، لأن دا أشوف أنه طاقتكم الصحية يعني ممكن أنه تأذيكم. فلهذا السبب أحاول قدر المستطاع أنه أحافظ على وضعي الصحي ووضعي الانفعالي، ما أكثر بالنشاط، صعدة نزلة، أشياء تحتاج إلى بذل جهود كثيرة، هسه أتركها هاليومين إلى أن ينتقل القمر إلى برج العقرب، إلى برج القوس، لا تكون الفترة أكثر إيجابية. بالنسبة إلى مجاميع الثور، مجاميع الثور عزيزي يسلط الضوء القمر على روتينك العام، يقول لك أنه روتينك العام أو بيت الطاقات وبيت التنقلات تشعر بنوع من التراجع بها، الطاقة عندك شوية دا تنخفض. انخفاض الطاقة هذا يمكن يشجعك حتى تكمل أعمالك، رغم أنه أنت دا تشعر بشيء من التراجعات بالطاقة، بس حاول أن تكمل أعمالك قبل انتقال القمر إلى برج آخر، لأنه قد لا تستطيع أن تتممها في هذا. فعملية التأجيل، لا تأجلون أعمالكم، نظموا وقتكم، نظموا جدولكم، عملكم الروتيني تمموه، الأشياء الجد مهمة تمموها، واتركوا الأهم إلى أوقات يمكن تكونون أكثر بها إيجابية. حاول قدر المستطاع أنه تكون أكثر صبر بالتعامل مع زملائك في العمل أو زملائك وشركائك في المنزل. ليش؟ لأنه أي انفعال ممكن يهدد روتينك العام اللي أنت معتاد عليه. بالنسبة إلى مجاميع الجوزاء، عزيزي مولود برج الجوزاء، القمر في برج شقيق وبرج صديق وبرج يقول لك إنني في أحلى البيوت. أحلى البيوت لأنه يعتبر البيت الخامس اللي هو يمثل بيت الأفراح والتسلية والعلاقات العاطفية الرومانسية وبيت الهدايا وبيت الإنجاب وبيت الأخبار السارة. حينما يأتي القمر بالدخول إلى هذا البيت لا يعني أنه إحنا نغمض عيننا ونفتح عيننا ونلقي السماء دا تمطر علينا هدايا ودا تمطر علينا فلوس ودا تمطر علينا أشياء، لكن تبدأ هذه الفترة بالانفراج، يعني منا إلى أن يدخل القمر مرة ثانية إلى الجوزاء. يمكن احيانا احنا من ننطي التوقعات يفسروها انه يقولون ها اشو ما صار شيء، يعني اشو هذا يستمر، انه احنا ننطي التوقع، لكن هذه الفتره تستمر، يمكن يجيك الخبر الحلو انت في برج الميزان، يبدا فتبادره ايجابيه للتفاؤل يمكن يحدث في هذا اليوم الى ان يكمل القمر دورته الى أن يصل إلى مرة الثانية إلى الجوزاء. فهذه الفترة توقعوا شيء حلو، بداية شيء حلو، يمكن راح يجيكم فد خبر سار، راح يجيكم فد مبلغ من المال، راح تجيكم فد هدية، فد تقييم، فد خبر حلو عن الأولاد، فترة إيجابية للإنجاب، فاستفيدوا منها قدر المستطاع، منا إلى بدء دورة يكملها القمر حتى يدخل إلى برجكم. مجاميع برج السرطان، عزيزي مولود برج السرطان، الفترة تركز بوجود القمر في برج الميزان بعد تخلصك من كم من الكواكب المزعجة، راح يكون تأثير القمر بالإيجاب أو بالطاقة الإيجابية تقريبا 45%، وهذه 45% حاولوا الاستفادة منها. قرارات تخص انتقالات من منزل إلى منزل، أو قرارات تخص انتقال من وضع إلى وضع آخر، رغبة في أو تطوير في داخل المنزل أو ترميمات قد يخصكم أو يخص أحد أحبائكم، راح تكونون مشغولين ويا الأهل ويا الأسرة ويا المقربين أو ويا الأصدقاء، فهذه الفترة تكون فترة عائلية ومنزلية، وتتخذون بها قرارات قد تخص أموركم، وهي فترة للانتقال. تفضلوا، تفضلي دعاء. يا عين الجنان، صباح الخير. يا أهلا يا أهلا دعاء حبيبتي، كل الهلا. أبي أكثر عين الجنان. أنا من واقف حبيت أسأل عن درجي. تفضلي حبيبتي. 29/4. نعم.
تسجلوا عن بلد احنا يعني ممكن تفاصيل برجي يعني الرسائل واي تفاصيله، لانه بصراحه يعني الوضع حاليا مو تمام. بعيد الشر صحتي. بعيد الشر حبيبتي، بعيد الشر. اي اعرف اعرف هاي الفتره، لان انت بين الحمل وبين الثور، بين برجين 20/4 تنتقل بها الشمس. 29 29/4 هسه مضبوط، هسه واضح حبيبتي تدللي. حاضر دعاء. شرفتيني حبيبتي، شكرا. يا اهلا افراح، ميت هلا بيك. السلام عليكم. عليك السلام، عليك كل السلام، شرفتيني يا قلبي. عيد عطيك موالي زوجي وجهالي. على راسي. برجي الميزان 27/9. نعم. موالي 83 عن المال. نعم. اللي عنده هاي السنة عنده يقدر يشتري بيت، عنده قضية تخلص. يا الله تبشري خير، بشري خير. إن شاء الله أنا أتفائل بي. يا رب تسلمين. ان شاء الله انا من متابعينك واريد اطالع مالتي. اطالع. حاضر. اي هو تعبان كلش ماليا، عنده يريد يصير ويا شريك، الشركه مناسب الى الشغل يعني شغل جديد مناسب اليه. اي زين الشريك يا برج حبيبتي؟ ما اعرفه. ماشي ماشي. بقيه التواريخ الاولاد الله يحفظهم. برج الدلو 2/2 عشان وصاني عن الدراسة وحياة العامة ساعدتني حيل بالدراسة، هل تنجح السنة؟ حبيبتي 6:30 الصبح. حبيبتي الله يحفظها. والثاني برج الثور. اي 30/4/2009. الله يحفظهم. هم عن الدراسة، هم دول اثنين عندي كلش مساعديني. اي وبرج الجوزاء 12/6 اي 2010. الله هذول صايرين كلهم ب 11:30 الظهر. 11:30 ظهرا. اي الثور والجوزاء وبرج السرطان، واريد الطوالع مالتهم. الطوالع اوكي حبيبتي. منو برج السرطان؟ برج السرطان اللي اتصلت لك علي هذاك اليوم تمرضت بنية 24/7 2014. ايه لا لا هاي تتحسن، هاي تتحسن. اي تطالع مالتهم. وعندي برج الحوت 8/3/2018. نعم. اريد تطالع مالتهم عن حياتهم العامه تدللي. وخصوصا دول الثور والدلو عن ال... حاضر تأمريني امر. شكرا افراح. ام احمد صباح الخير. صباح النور عيني، شلونك؟ شلون صحتك؟ اهلا ام احمد، شرفتيني يا قلبي، تفضلي. شرف يا قلبي، شلونك؟ مية هلا، الله يسلمك يا الغاليه، تفضلي. يا قلبي، رحم الله والديك يا قلبي. اريد برج زوجي وبرجي. نعم. الله يخليك، يعني من جميع النواحي. حضرتك تاريخ ولادتك بدون زحمه؟ يا قلبي. 6/12/1979. 6/12 هاي حضرتك؟ اي. والشريك؟ 4/2/1977. اي اي عرفت شكو هوسه عندك حبيبتي. وعندي 2 بنات. الله يخليهم. الله يخليك. الله يخليهم. يعني هم إلهم مستقبل حياة. الله يحفظهم، تفضلي. 5/11/2000. ما شاء الله. 24/11/2004. حبيبتي. هذولا حلوين يخبلون. حبيبتي الله يحفظهم. تعبوني حيل يعني حيل. ليش؟ ما اعرف ولادي، ما ادري ايش بيهم، بنات سنهن ورد وصير تعبني. ما يا بنتي يا حبيبتي هي هاي يعني الاولاد على ما تكبر لشه تبلى لشه، مو عندنا احنا هيك مثل يقول لازم يتعبون العد شلون، بس هم حلوين يخبلون. الله يخليهم. يعني هن لا هن مريضات عقليا ولا هن يعني طبيعيات. ماشي ماشي عارفه عارفه عارفه. الله يحفظهم. أيوة. الله يحفظهم ويشافيهم. يعني انا وزوجي يعني
ماكو انسجام تقريبا، مو ذاك الانسجام يعني. ماشي حبيبتي تدللي ان شاء الله مشافى معافى وربنا يحفظهم. عيني اكو بعد اتصال؟ اوكي. اذا كنت واصله الى برج الاسد ووجود القمر في برج الميزان يقول لك ان هذه الفتره راح تكون فتره اجتماعيه. البيت الحادي عشر يعتبر من البيوت الايجابيه جدا، يعتبر بيت المؤسسات النافذه وكذلك بيت الاماني وبيت حل المشاكل، ويمكن تكون المشاكل الزوجية أكثر، وبيت الأسفار، ويمكن بيت الأصدقاء والحياة الاجتماعية العامة. هذه الأمور راح يكون عندك بيها نجاحات، راح تلعب دور في هذه الفترة. أنت أصدقاء الأصدقاء راح تتعرف على ناس، أو نشجعكم على تتميم معاملاتكم في المؤسسات النافذة. من كان منكم على موضوع قضاء ممكن أنه إذا قدمها في خلال هاليومين يكون إن شاء الله ناجحة هذه القضايا، ولو إحنا ما نريد أحد يكون عنده قضية ليزعلون من عندنا المحامين والقضاة. نتمنى السلام للجميع، بس إذا اضطريتوا إلى ذلك فهذه الفترة أو هاليومين جد مناسبة للبدء بقضية قضائية، كذلك مسائل حل مع مؤسسات نافذة إذا كان يخص تقديم إلى أو تقديم أعمال، أو إذا عندنا فد مشكلة أو مراجعة كذلك، إضافة إلى كون أنه هذه الفترة إيجابية لحل فد موضوع عاطفي أو مشكلة تخص الأزواج. بالنسبة إلى المجاميع برج العذراء، وجود القمر في برج الميزان مشجع جدا، هو في بيت يرضيك ماليا ويرضيك كذلك نفسيا. هذا البيت يعتبر كفة الميزان المعنوية والمادية، قد يصلك مبلغ من المال، قد تصلك هدية، قد يصلك فد إطراء معين يخليك تشعر بنفسك، أو أكو يمكن أكو فد شخص راح يتحدث وياك إذا فتحت إلى قلبك. راح يكون لك فعلا الشخص الروحي اللي يغذي روحك، يرضيك شويه، يوصلك الى بر امان، تشعر انه انت ارتاحت بالحديث معه، يطرح عليك فد فكره ممكن انه تعينك تساعدك. الاشياء، الانسان هو مؤلف من روح زائد جسد زائد نفس زائد فكر، فلكل هالاشياء يحتاج لها ايضا نخلي لها شوية شيء من الاهتمام. فهذه الفترة تعتبر مادية وروحية. هالبيت فهاليومين راح تلعب دور هالأمور وياكم. عندنا مجاميع الميزان تقول لك الفترة أنه القمر في برجك يمدك بالطاقة. هذه المعلومة اللي دائما نقول القمر في برجك يمدك بالطاقة، وهو هذا الحق. طاقة القمر اللي دا ينطيك ياها توصل نسبتها إن شاء الله إلى 72%. وأتمنى في هذا الأسبوع يا عزيزي مولود برج الميزان أن تبذل الجهود فيه، على المجال الشخصي، على المجال المالي، على المجال العام، لأنه الفترة توحي بالنجاحات وبالإيجابيات. هذا من باب. من باب آخر أيضا عندنا مجاميع العقرب. عزيزي مولود برج العقرب، هذه الفترة يقول لك أني القمر موجود في البيت اللي سبقك، حاول قدر المستطاع أنه تجعل الفترة أكثر للتخطيط أكثر مما هي للعمل، يعني أكتفي بعمل الروتيني وأخطط. من اللي راح يقدر في هذه الفترة يساعدك في هذين اليومين هم الأصدقاء. الأصدقاء الأصدقاء راح يلعبون دور في حياتك، ممكن أنه يساعدوك، ممكن أنه كذا. ليش؟ لأنه إذا القمر موجود في برج الميزان وجينا شفنا الكواكب موجودة في بيتك الدعش، فهذا شيء يعني، يعني أنه أنت كل ما صارت عندك فد إشكالات معينة راح تلجأ للناس، الناس راح يساعدوك جدا. فهذه فترة جد إيجابية في قضاء هاليومين إلى يوم 3 بالشهر، إن شاء الله تكون الفترة أكثر موفقة في مجالات حياتك، وأنت كذلك تبدأ بأسبوع إيجابي مع جارك الميزان.
مجاميع القوس، وجود القمر في برج الميزان جميل جدا بالنسبة لك، بيتك الـ يعني مشجع جدا، يساعدك كثيرا. أنت أيضا إنسان اجتماعي، وخصوصا بعد عودة تقدم كوكب أو كوكبك الحاكم في برجك، فلما يجي القمر يتواجد في موقع إيجابي عاطفة تتفرع التوقعات. لو أردت أن أتحدث عن ذلك فيمكن يحتاج لي فساعة عن كل برج، لكن الملخص يقول أنه قد للعازب قد تنشأ من صداقة علاقة عاطفية، قد تنشأ من صداقة علاقة عاطفية، قد تنشأ من صداقة حل لمشكلة معينة، قد تنشأ لك فد رغبة جامحة في مواصلة مع الناس، وكذلك رغبة بالأسفار، أو قد تضطر إلى السفر، لكن هذا السفر راح يكون موفق جدا. بالنسبة للحياة العاطفية راح يكون الأصدقاء يلعبون دور في حل مشكلة عاطفية، أو راح يكون الصديق أو أكو فد شخص راح تقولون يعني معقولة هذا كان قدامنا وإحنا ما منتبهين عليه. مواليد برج الجدي، عزيزي مولود برج الجدي، القمر يقول إني في أعلى نقطة في بيانك الفلكي، وهو بيت النجاحات، فالنجاحات مفتوحة أمامك، لكن إذا باب النجاح مفتوح أمامي يجب أن أسعى إلى ذلك النجاح. كون بالجهوزية الكاملة وأسعى، والرب يعطيك البركة من يمه. مجاميع الدلو، عزيزي مولود برج الدلو، الفترة تقول أن وجود القمر في بيت شقيق لأنه ذو طبيعة هوائية إيجابي، لكن يعطيك مساحة إيجابية في الأسفار، كذلك يعطيك مساحة إيجابية في التحلي بروح يمكن، أو في الطاقة إيجابية ممكن أنه تكون شخص ذو فاعلية مع أقرانك الآخرين. أنت بلا شيء إنسان إنساني، وتعتبر في علم الأبراج ملك الإنسانية يعني البرج الدلو الجيد الإيجابي، يعتبر ملك الإنسانية، لأن أكو شقين، أكو سلبي وأكو إيجابي في كل الأبراج، فهذه الأمور إن شاء الله راح تخليك تلعب دور. لكن نسبة استفادة القمر من عندكم، رغم وجود الكوكب أو البرج الصديق، لكن مثلا إذا كان دلو طالع حمل، إذا كان طالع سرطان، إذا كان طالع جدي، فنسبة الاستفادة من القمر 50% فقط. يعني هذا ما نقول، ليش؟ لأنه اختلاف الطوالع يتأثر بوجود القمر. يعني إذا كان طالعك دلو، طالعك حمل، طالعك سرطان، طالعك ميزان، طالعك جدي، لا، نسبة الاستفادة نص، يعني بالنص، 100% تصير بالنص. عزيزي مولود برج الحوت، مولود برج الحوت تقول لك الفترة أنه القمر متواجد في بيت يدعم وضعك المادي، يمكن أنه تحل مشكلة، قد تصادفك مشكلة لكن تستطيع من خلالها الحل، يسهم الكثيرين في مساعدتك فيها. وجود الكواكب يمكن مثلا على سبيل المثال، إذا أكو فد شخص رايح دي يقدم أو دي يقدم على خطبة، دي يلاقي فد شيء من الصعوبات، فهذه الصعوبات يمكن تنحل في هذه الفترة. لا تحاولون أنه تخلون عبد القادر يسيطر على قولت إخواننا الأشقاء المصريين، شايل عبد القادر على دماغك، شيلوها لهاي الحال. إن شاء الله هناك تسهيلات راح تحدث لكم من هذه الفترة لمدة 4 أيام لغاية يوم إن شاء الله 5 من هذا الشهر، فشدوا حيلكم وتقدموا للأمام، وكل المعوقات إن شاء الله راح تلاقي حلول. هذا كل ما تقوله توقعات الأبراج نتيجة لتواجد القمر في برج الميزان، والله أعلم، الله أعلم. نبدأ بالإجابة، عندي دعاء تقول أني 29/4 أسأل عن التفاصيل خصوصا من الجانب الصحي. حبيبتي مولودة برج الثور،
مجموعة عطارد، الكواكب المؤثرة الشمس، القمر، عطارد، الزهرة، من الكواكب الجد إيجابية. أرقامك هي 1 و5، يعني عطارد متحكم جدا، عطارد متحكم جدا. إذا كان موجود كوكب عطارد في موقع غير إيجابي أو في حالة تراجعية، صحتك تتراجع. كان ذيك الفترة موجود في موقع يمكن شوية مو كلش، الآن أصبح في موقع إيجابي، يعني الصحة راح تبدي تتحسن. طول ما أنت أكو أشياء سبحان الله إحنا نعتقد أنه دا ناخذ علاجاتنا ودا نحافظ على نفسنا، لكن مشيئة الله بالشفاء هي فوق كل شيء. أني أخذ دواية وأخذ كل شيء وأتابع وضعي الصحي، لكن مشيئة الله هي فوق كل شيء. الفترة الحالية نقول إنه أكو تطور، بإمكان جسمك أن يتعاطف مع العلاج، وعندك فالطاقة، الإنسان عبارة عن طاقة تحيط به طاقة، طاقة خارجية وطاقة أيضا داخلية، تسمى أو يسموها هذه الهالة هالة غير مرئية. هذه الطاقة أحيانا تنطي الداخل، ليش يقول لك طاقة إيجابية وطاقة سلبية؟ هذه الطاقة راح تساعدك كثيرا في الشفاء، راح تتحلين بطاقة إيجابية، جسمك راح يستشفي، لا تخافين، قولي يا الله والمشافي المعافي الرب ومن ثم العلاج، الرب ومن ثم العلاج. هذه إن شاء الله راح تلعب دور في حياتك، ولا تخافين حبيبتي، مولودة برج الثور، الكواكب هسه في وقت وفي وضع جد إيجابي. كوكب عطارد اللي يحكم عشريتك راح يتحرك يوم مثل ما ذكرت لكم يوم 14 بالشهر، إذا انتقل إلى برج الميزان ما أيضا ماكو مشكلة. ليش؟ لأنه ما يشكل فتزاوية غير إيجابية، فهذه الفترة جد إيجابية للعلاج، لا تخافي. ها؟ بالنسبة إلى ماذا؟ ها أوكي أوكي. يبقى عندي أفراح وأم أحمد، انتهى وقت البرنامج، يقولون يعني خلص وقتك ورح تطلعين على على فقرات أخرى. إن شاء الله أتمنى أنه ما أخذت الكثير من وقتكم، وكنت مستمتعة جدا في إعطاء المعلومات، أرجو أن أكون وفقت في إيصال المعلومة لكم. أشكركم وأشكر متابعتكم، وأتمنى لكم إن شاء الله نهار مليء بالبركة.